اختي عندنا عرضه حتشبسوت، انا عامل شخصيه تحتمس الثالث. اكيد طبعا اول ما بعرف الشخصيه اللي انا عاملها بخش اقرا عنها شويه وبقرا عن القصه. كلنا عارفين طبعا حتشبسوت وتحتمس الثالث، بس بتقرا اكتر عشان تعرف الشخصيه دي كانت نواياها ايه وكانت ايه طبعها وايه، عشان الكلام ده طبعا الواحد بيحاول يقدمه على المسرح من غير كلام، فبيبقى صعب جدا ان انت توصل للجمهور الشخصيه بدون ما تتكلم برأس وتعبير وش بس، فلازم تقرا عنها كتير. احنا بنبقى بنتمرن كتير، يعني بيبقى عندنا وقت كبير ان احنا نتمرن، وبيبقى عندنا وقت كتير نحاول نحسن الحاجات اللي مش عارفين نعملها. لو مش عارفين نعمل حاجه بنحاول نغير نعمل حاجه باحسن، فعندنا وقت. يعني احنا بناخد وقت كبير عشان نطلع العرض، مش بيطلع بسرعه. بنحاول نجرب حركات كتير عشان نبهر الجمهور بشغلنا وعشان نبقى احسن اكيد. بس احنا هو كل يعني رياضه، وكل الرياضات فيها اصابات، فطبيعي بنتصاب. انت بتحاول توضح كل حاجه من غير ما تفتح بقك. يعني انا لو اتكلمت قلت لك انا كويس، انت فهمت ان انا كويس غير ان انا بوضحها لك بوشي او بحركه، فاكيد الصامت هيبقى اصعب بكتير. عشان العرض ده احنا يعني هي حاجه على المسرح زي التمثيل عادي، بس احنا بنأدي ده بجسمنا، فاحنا بنحتاج وقت اكتر من التمثيل، حتى من الممثلين اللي هم بيتكلموا بس بالبق. احنا بنعبر بجسمنا كله غير البق، يعني هم بيتكلموا بالبق بس احنا بنتكلم بكل حاجه بقى غير البق. فبناخد مثلا من شهر ونص لشهرين ممكن عشان نقدر نطلع فكره، عشان الجمهور يقدر يفهم في الاخر ان انا بعمل الحركه دي عشان انا تعبان او سعيد او حزين، اقدر اطلع الشعور اللي جوايا. وفي الاخر باللبس برضو وبالازياء وبالاضاءه وبكل حاجه نقدر نطلع ان العرض يبقى مفهوم في الاخر. دي اهم حاجه عندنا. يعني هو انا مش بلعب شخصيه معينه، بس انا من ضمن الراقصين اللي هم بيكملوا العرض عشان يبقى العرض معروف. يعني مثلا لو في مثلا الشعب، لازم يكون في شعب، مش دول مش ادوار بس، هم لازم يكونوا مكملين للعرض. كل عرض بيبقى ليه طريقه رقص معينه، فطبيعي انا بكتشف حاجات جديده وانواع رقص جديده في الشغل، فلازم يبقى في صعوبات في الاول لان انا حاجه مش متعود عليها. ممكن مثلا عرض انا متعود مثلا 9 سنين، انا خريج معهد عالي الباليه، احنا هنا مش بنرقص باليه، فانا برقص حاجه جديده، فاكيد كان في صعوبات في الاول. بس يعني عشان خبرتنا قدرنا ان احنا نتغلب على الصعوبات دي في وقت سريع. يعني العرض الصامت اصعب حتى بالنسبه لي، حتى لو انا مش متعود على التمثيل. ليه؟ لان انا كل اللي انا بعمله في العرض الصامت هو في العرض اللي هو بالكلام، هو طبعا صعب مش سهل ولازم محتاج خبره ومحتاج كل حاجه يعني. بس هي النقطه ان انا في الاول والاخر انا بتعلم ازاي امثل بالكلام وبالتعبير بتاع الوش بس، انما العرض الصامت بتعلم ازاي امثل جميع انحاء جسمي، رجلي ايدي، بنط، بتشقلب، بعمل كميه حاجات صعب ان انا اتغلب عليها حتى لو انا شخص ما عملتش الكلام ده قبل كده. عشان كده بنتاسس في المعهد العالي للباليه 9 سنين عشان تقدر في الاخر تبقى راقص عادي وتقدر تعمل الادوار اللي هي بتاعت العروض الصامته. ده ثالث تعاون ليا ما بيني وما بين كريمة بدير ودار الاوبرا المصريه. اول تعاون قدمنا فيه ايزيس، وبعد كده قدمنا عنتره، والنهارده بنقدم ليكم حتشبسوت. في فلسفه عامه لفرقه فرسان الشرق ان هي بتحاول تقديم التراث من وجهة نظر حداثية، ولذلك دايما احنا بنرجع سواء في عنترة او في ايزيس للتراث، لكن بنحاول ان احنا نقدمه بشكل جديد يتناسب مع معطيات العصر اللي احنا عايشين فيه. النهاردة بنقدم حتشبسوت. حتشبسوت احدى ملكات الاسرة 18، وفي الحقيقة برغم قصر المدة اللي هي حكمت فيها مصر، لكن استطاعت ان هي تحقق انجازات كبيرة ما زالت باقية حتى الآن، ولعل اشهرها مثلا معبد الدير البحري. ويقال ان في الفترة بتاعتها لم تحدث اي ثورات من الشعب تجاه الحاكم، بل بالعكس كان في حالة من حالات السلام. وإذا كان في أي حروب دخلتها كانت حروب خارجية محاولة منها للسيطرة على زمام الأمور في البلد. أهم ما يعنينا في هذا العرض هو اهتمام المرأة بكونها تحصل على حقوقها، ولا يكون هناك عائق يمنعها من تولي أي منصب
حتى لو كان انها تكون ملكة. فالحاجات اللي هي كانت بتواجه حتشبسوت او اللي هي بتمنع حصولها على الحكم كونها انثى. فالعرض بيحاول ان هو يتعرض ازاي ان هي قدرت ان هي تتجاوز هذا التحيز الجنسي تجاه فكرة الذكر والأنثى، وإزاي إن هي قدرت إن هي تصل إلى الحكم برغم كل الصعوبات اللي هي بتواجهها، وإزاي على مدار التاريخ كله من الفراعنة لحد دلوقتي يبقى في مصر أكثر من ملكة قدرت ان هي تتولى منصب وتثبت بجدارة ان ليس هناك فرق بين الذكر والأنثى، وان في معطيات بتبقى من داخل المجتمع ربما نحتاج الى إعادة صياغتها من جديد والنظر اليها بشكل مختلف. احنا بنتناول قصة الملكة حتشبسوت اللي حكمت مصر، وكان في رفض شديد ان يكون فرعون مصر واحدة ست، وحنشوف ازاي ان هي لما حكمت عصرها كان عصر ازدهار وفي الاقتصاد وفي التجارة وفي كل حاجة، وازاي الصعوبات اللي واجهتها وازاي نهايتها ومين هيحكم بعدها. بنقدم قصة تراثية وفي دراما وفي غنى وفي أشعار، في ممثلة رجوة حامد بتشاركنا في دور سيدة الزمن، وفي الميتسو سوبرانو منا من الأوبرا برضو بتقدم لنا أنشودة حتشبسوت اللي ملحنها أحمد الناصر، وعندنا دراما في العرض، وحتشبسوت اللي هي ياسمين سمير برضو عندها مقاطع درامية في العرض. احنا بناخد القصص التراثية ونقدمها بصورة معاصرة، هو ده الهدف بتاع الفرقة اللي احنا دايما بنسعى اليه، زي ما عملنا قبل كده بهية ونعسة وإيزيس ورايا وسكينة وشجرة الدر وكذا وكذا عروض من التراث، وبنقدمها بطريقة معاصرة. احنا بنشتغل يوميا وعندنا عروض بننتجها من انتاج دار الاوبرا المصرية، بتتقدم كل شهر، بيبقى عندنا بروجرام سنوي لكل فرق الاوبرا، كل عرض بيبقى الموضوع بتاعه مختلف وطريقة التناول بتاعته مختلفة، فهو ده اللي بياخد مننا شوية وقت، يعني ستايل العرض، ازاي الرقصات هتكون، التعبيرات، الحاجات دي، هو ده اللي بياخد مننا شوية وقت. بس دي بيوغرافي بتاع حتشبسوت، يعني اللي عملته في حياتها في كمرأة مصرية، اول مرأة مصرية طبعا تاخد الحكم. والفكرة بتاع الديكور كانت هي المعبد بتاعها ازاي تبنى، فالفكرة هي دي كانت، يعني الفكرة دي المسيطرة في الديكور. والكوستيوم الحاجات يعني حاجات فرعونية، بس كان في التشالنج كان ان هو ازاي السعيدي والسعيدي والفلاحي وكل الحاجات دي ازاي ندخلها في الفرعوني من غير ما يكون، يعني ازاي ندخلها في الفرعوني ونحترم الفرعوني في نفس الوقت. بس هو ده تشالنج الاثنين اللي كانوا موجودين بالنسبه لي، الديكور والملابس ده اساسي في العرض، علشان هو بيضيف للعرض وبيضيف للمشاهد انه يفهم هو احنا بنتكلم في انهي حقبه زمنيه، بنتكلم في شكل معين تديكور علشان الجمهور ياخد، ما انت عايزين نحطه في معبد، عايزين نحطه في صحراء، عايزين نحطه في غابه، في مدينه. فده طبعا يعني جزء لا يتجزأ من العرض يعني.